فشلوا ما في الجاهلية. هذا اللي صار في الحلقة اللي فاتت. يا ويلتا سيدي إنه فشلوا ما. هيك وعد وصلت القبيلة نلقى الجماعة الكل اللي استنيوا فيا في نفس البلاصة ونفس البوزيسيون، ومش فاهمين كيفاش أنا وصلت أقنعت قبيلة البلبولي والبريقي وجبت معايا باش يحاربوا. أي شخولة كان سيبي معلم ولا مانيش معلم؟ كل يوم تذهلنا أكثر يا فشلومة. قل لي كم عدد المحاربين؟ أنسيبي هذم بالضبط 1281. وكيف تمكنت من إقناعهم؟ أنسيبي سهل ياسر، وريت ماكا زوز فيديوهات اللي وريتهم لك وزدت محايد بونيس. بونيس أريني أي شد عندك. لا مش هذا تفرش شد دي. ما هذا يا فشلومة؟ من أين أتيت بهن؟ يا نسيبي مش وقت وذية توا. أي قل لي ما زلت عن تكلمتك ولا نربح في الحرب نعرس بكوليبة؟ نعم ما دامت فيها بح وخلاص أتزوجها ورأسي مرفوع. يا ولدي ما تتزوجها متاعك، ما نحكيش على نجلة نحكي على كوليبة. نعم كوليبة تتزوجها. أي مال نسيبي انخليك توا، اتلهاه بالفيلق ذي اللي قدامك واعطيه مفطورم واني جيك. قل لي فين كوليبة؟ كوليبة إنها في خيمتها تغزل عليك. إيه خرف. أي خليت وملي باي باي. إيه كواعد نهز روحي ونمشي بحذا كوليبة وخليت نسيبي هو المحاربين. يا كوليبة يا زوجتي المستقبلية. زوجتك حلومة وعبلة والقائمة طويلة مثل لسانك. يا حبيبتي كليبة، يا قرة العنز، يا قرة عيني، يا موجة فؤادي، على خاطرك انتي مش نضحي بروحي ونمشي للحرب. بوك يعمل في المشاكل وانا نفضلو فيهم. عن أي مشاكل تتحدث؟ يا بنتي قبيلة البوس والخزرج غاروا، كيفاش قبيلة أبو كليبة ضيفوني وهما لا؟ قالوا مش نجيو نحاربوهم، وماك تعرف بوك كبر وما عادش متعارك ومشاكل. الحرب؟ وما هو الحل إذن؟ ماذا ستفعل؟ مش نمشي أنا نحارب، وعلى فكرة أنا قائد جيش. وماذا حل بالجقجوق؟ حرقة ياسر يا الجقجوق. يا بنتي الجقجوق فاقوا بيه يتفرج في فيديوهات هيفا وهبي وروبي، تطلع بزناس وقالوا ما نزواش للجيش. بوك قال لي انت وليد باهي وعاقل نحطك انت قائد الجيش. وهل تجد نفسك يا فشلومة؟ يا كليبة على خاطرك نشرب ما السبالة موش نمشي نحارب. وكيف تمكنت من حشد كل هذه الأعداد من الجيوش؟ وكيف أقنعت قبيلة البلبولي وقبيلة البريقي؟ يا بنتي شفت حاجة؟ البلبولي صاحبي والبريقي صاحبي والزيجي باو صاحبي، تي حتى من فوزي البنزرتي صاحبي. شفتوا حمزة الأحمر؟ نعم. أنا ما شفتوش. أنا لا يهمني كل هذا، لقد شبعت من كلامك، أريد الحديث والمغزل. وأريني ماذا ستفعل في الحرب، وهل ستهزم فعلا قبيلة البوس والخزرج؟ أنت زادة مش تعمل لي شرط كيما بوك. نعم، وإلا لا حلت لا ربطت بيناتنا يا فشلومة. فشلومة في الجاهلية.